بخير الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة. الغزالات ديالي اليوم جيتكم بفيديو جديد كما العادة، ما كاين غير الفيديوهات والنشاط حتى الشاط والإفادة والاستفادة، هذا الشيء اللي كاين الغزالات. المهم الغزالات، قبل ما نبدا لكم الفيديو بغيت نهضر معكم على واحد الخدمه بالنسبه للعيالات اللي جالسين في الدار، بالنسبه للعيالات اللي ما قادينش يخدموا، بالنسبه للعيالات اللي ما كيخليهمش رجالاتهم يخدموا، بالنسبه للعيالات اللي يديها بوحدها وعندها وليداتها تديهم وتجيبهم، مسكينه هزه الحمل غير بوحدها، بالنسبه للمراه اللي باغا دير مدخل لدارها، بالنسبه للمراه اللي باغا تبني، باغا تشري ارض، باغا دير طوموبيل، باغا دوز بيرمي، بالنسبه للعيالات اللي باغين يديروا مدخول صحيح، كاينه واحد الشركه هنايا خاصه غير بالناس ديال اوروبا، طالبه الناس يخدموا معها، كانوا عيالات كانوا رجاله، وعندها لي برودوي بيو، لي برودوي تاع ترطيب، اللي باغا ترطب الوجه ديالها كيحميها من التجاعيد، كينقص ليها شويه من التجاعيد، يعني لي برودوي عندهم بيو شي حاجه ما نذكروش، زيد عليها عاوتاني. كاينين عندها روايح طبعا، الناس اللي فيهم حساسيه، خاصه بالناس اللي فيهم حساسيه، وكاينه ريحه بالناس اللي فيهم مرض الكونسير، الله يشافيهم ويعافيهم، خاصه الناس ديال صحاب الكونسير، وكاينه ريحه ديال الناس اللي فيهم الضيقه، يعني كتكون خاصه. مهم هاد الشركه هادي ما نعاودش لكم، كتدخلي واحد المدخول اللي هو هائل جدا، وان شاء الله غادي نخلي لكم النمره نتاع الكوتش حوريه اللي غادي تفهمكم وغتفسر لكم مزيان، ونصحكم البنات كاع العيالات اللي باغين يعولوا على راسهم، كاع العيالات الحادقات، كاع العيالات اللي باغين يدخلوا مصاريف، العيالات اللي باغين يصيفطوا لوالديهم، كاينين عيالات مساكن اللي باغا تخدم ما عندهاش، ما نخليهاش راجلها، كاين اللي باغا تخدم ما لقاش كدير مع وليداتها. انا جبت لكم الحل، وان شاء الله غنخلي لكم هنا النمره كيف ما كتشوفوا، وغادي تتواصلوا بالكوتش حوريه، غادي تزيد تفهمكم مزيان. وبالنسبه للناس اللي باغين يتهلاو في البشره ديالهم، يديروا شي حاجه بيو، واللي عندهم تجاعيد في الوجه وداك الشيء، مهم عند هاد لي برودوي خطيرين بزاف بزاف بزاف. راسكم كونوا حادقات، كونوا موقدات، تخدموا غير من الدار، ما تعصبي راسك، تخدمي شغلك، تقابلي وليداتك، تديهم وتجيبيهم من المدرسة، وخدامة غير من دارك. الغزالات ديالي، نتمنى الفكرة تكون وصلتكم، ونتمنى إن شاء الله نكون أنا عند حسن ظنكم، ودائما كنجيب لكم الجديد. هذه شركة خطيرة جدا، نتمنى أنكم تعولوا على راسكم، تكونوا عيالات حادقات، ما تبقاوش دائما عطيني عطيني عطيني، تكوني عوالة على راسك. المهم الغزالات ديالي، اليوم غادي ندير لكم واحد الفيديو على واحد المنتوجات اللي كنتوا سولتوني عليها، ودائما كنتوا كتلحوا عليها، أنا إن شاء الله غادي نديرها لكم. المهم خليكم معايا، ما تمشيو فين، الفناس ديالي. الغزالات ديالي هانتوما كيف ما كتشوفوا، هنا جيت هنا لهاد البلايصة هادي، إن شاء الله اليوم غنهضر لكم على الغسول نتاع الوضوء للتطهير. المهم كاين هاد الغسول، هذا الغسول للتنظيف والتطهير، كتوضاو به، فهمتوا؟ راه دايرين لكم هنايا الطريقة كيفاش، هو هذا داير 4 أورو و75، ها هو الغزالات. هذا جيل غسول للنظافة اليومية نتاع البابونج الغزالات، ها هو من البابونج، هذا النظافة اليومية، هذا يوميا يعني كتنظفوا به، قال لك كيطهر وكينقي وما كيخليش هكذا الالتهابات تكون وداك الشيء. هذا البنات ها هو هنايا داير 4 أورو و45، وبطبيعة الحال الطريقة راها هنا، غديروا غير التراديكتور وغادي تقلبوا وغادي تقراوا، فهمتوا الغزالات ديالي؟ هاد البلاصة كلها هنايا فيها داك الشيء نتاع الالتهابات، الغسول، داك الشيء ديال الوضوء، كله كاين هنا، نوري خواتاتي كامل. الغزالات ديالي هذا التنظيف، هذا كتنظفي على برا، راكم عارفين البنات كيفاش، على من كنهضر، هذا التنظيف الخارجي البنات، هذا كينظف التنظيف الخارجي. وهذا الغزالات ديالي، هذا كيوقي من الجراثيم والميكروبات والالتهابات وكل شيء، هذا البنات ها هو. وهذا الغزالات، هذا الغزالات هذا بحال تيست كديريه باش كتشوفي واش عندك شي التهاب، واش عندك شي فهمتوا، هذا بحال تيست، هذا واقيلا ما عرفت شنو هو، هنايا كتشوفي فيه، كتشوفي به واش عندك شي التهابات، واش عندك شي ميكروبات، شي جراثيم، فهمتوا؟ الغزالات ديالي هاد البلاصه كلها غاديه للوضوء ديال كل حاجه، ديري ليها الغزالات، هذا كيكشف على الالتهابات والميكروبات اللي كيكون عندك. وهذا الغزالات ديالي، الغزالات اللي عنده مشاكل نتاع الرائحه كيديرو، كيقلل من الرائحه،
فهمتوني البنات الرائحه الكريهه. وهذا الغزالات ديالي هذا كذلك غزالات كيخفف من الحكه اللي فيه الحكه في المنطقه الحساسه اللي فيه الحكه البنات كيتوضى به ولا ما عادش كيدير به. المهم قال لك ها انتم شوفوا كي داير، قال لك كيخفف من الحكه يعني ما كيبقاش يحك وداك الشيء، كيحيد دوك الالتهابات ودوك الجراثيم. المهم هذا خاص باللي فيه الحكه، اللي فيه الحكه البنات يديرو. وهنايا البنات غير اجي وعاودوا ترجموا مزيان لان ما بغيتش نفسر لكم مزيان، راكم عارفين تجيو هنا غادي ديروا ترادوكسيون غادي يفسر لكم ديك الشيء درفع. المهم انا كنفسر لكم غير باش كلشي يفهمني وصافي. المهم هاد البلاصه هادي فين كيكون التيست وداك الشيء هادي مارك ديال غوسمان، وغتمشيو للدي ام غتلقاو نفس الشيء، غير هادي ماركة دي غوسمان وكاينه ماركة دي ام، اما دي ام غوسمان راه بحال بحال دائما كنقولها لكم. المهم هنا الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا هنايا، هادي التست ديال الحمل يعني بثمن زوين، وكاينه هادي. المهم كاين هاد الشيء ديال المهم هذاك الشيء اللي بما يخص بالوضوء والتنظيف وكل شيء، ها هو هنايا البنات. هذا البنات زوين بزاف هذا، وهذا تا هو رائع جدا الغزالات، والثمن جد مناسب الصراحه يعني فارماسي غوسمان. هذه هي فارماسي غوسمان البنات. المهم هذا الشيء كامل ديال التنظيف يعني ها نتوما شنو قلت لكم البارح، هذه ماركه ديال ايسانا وكاينه ماركه ديال بليه، غتمشيو للدي ام غتلقاو نفس الشيء. هذا البنات من بعد ما كد يعني ما كت كديروا كتحسنوا مثلا يديداتكم ولا اي منطقه في الجسم البنات، هذه كريم للترطيب فيها حتى هي اول ماندل اول ديال اللوز، زيت اللوز. شتو الغزالات ديالي من بعد ما كتحسنوا يديداتكم او اي منطقه في الجسم كديروها كمرطب، كيرطب لكم الحمى ديالكم وكيخليها هادئه جدا. بالنسبه حنا كنهضروا على هذا الشيء نتاع الجسم وداك الشيء، قلت غنهضر لكم اليوم غير على هاد التخربيق هذا. المهم هذا كاين جيل، جيل اللي كيرغوي عاد باش كتحسن يديداتك او لا اي منطقه في الجسم. هذا البنات غزال وهذا زوين، هذا هذا فن. هذا البنات ها هو داير اورو 79 وهذا داير جوج اورو 79 غزالات ديالي. المهم هذا غير غادي نفهمكم البنات مزيان، هذا رغوات كديروها كترغوي عاد باش كتحسنوا يديداتكم او اي منطقه كيف ما قلت لكم، كترغوها في اللحم وعاد باش ما عمركم مثلا تحسنوا يديداتكم ولا اي منطقه في الجسم وديروها يعني بلا شيء. هذا اللي كيرغوي لانه كيساعد وما كيخرجش لكم حتى داك الحبوب في اللحم وداك الشيء فهمتوا. وكاين بطبيعه الحال هاد لاستيغ هذا راه كاينه البنات طبعا حتى في الدي ام، هذا البنات راه كاين حتى في ميركادونا، ميركادونا اللي في اسبانيا، واللي الناس كاين بزاف اللي كيمشيو يجيبوه ميركادونا اولا الا كان غادي راجلها. هذا البنات اللي كيحيد الزغب هاد لاستيغ هذا حتى هو رائع جدا واعر البنات، ها هو هذا واعر بزاف بزاف بزاف. اللي كتطوموندي عليه من اسبانيا ولا ما عارفاش شي لاسيغ، ها هو البنات 4.49 زوين مخير. كاين هذا عاوتاني حتى هو اللي بالبونجا ديالو كيحيد الزغب من الرجيلات وداك الشيء، حتى هو زوين مارك ايسانا، وراه كاين طبعا حتى في الدي ام. هذا البنات جيل ديال الحلاقه ضد البقع الحمراء، جيل ديال الحلاقه ضد البقع الحمراء تي تيا تغيول. هذا البنات زوين، هذا زوين بزاف البنات، ننصحكم به حتى هو. انا راه ما كنجيش نقول لكم الفراغ، انا راه كنقول لكم يعني تجربتي في الحوايج باش انا البنات ما تحشمش معكم. بالنسبه ديالي هذه هي اللي بزاف غيكون ما كيعرفهاش، بزاف اللي غيكون كيقلب عليها، بزاف الناس اللي راهم جداد هنا تبارك الله ما شاء الله. الغزالات هذه هي اللي كتزعر هنايا الدوفي، كتزعر الوجه داك الزغب اللي عندكم في الوجه بزاف. كاين بزاف الناس اللي كيديروا التشقير للحجبان وما كيبغوش يحيدوهم، هذا هو البنات هو هذا. ها نتوما راه كاين في غوسمان دي ام قليل فين كيكون، ولكن غوسمان دائما كيكون فيه. اللي بغات دير التشقير للدوفي هنايا كتزعرو وتزعر هاد البلاصه ديال الوجه ديال اليدين. المهم خاص قال لك خاص ديال الجسم في اي منطقه باش كيحارب المناطق الداكنه اولا اللي بغات تزعر الزغيبات وداك الشيء اللي ما كتحيدش الدوفي. بحالي دابا انا ما كنحيدوش حيت الا حيدته غنغرق فيه، بغيت ندير من بعد غندير ليه ان شاء الله الليزر، كندير هذا
هذا هو اللي كنديرو دائما كنشاركو معكم، وكنت كنشاركو معكم قبل كاع ما ندير الفولار دائما كنت كنديرو معكم. الغزالات ديالي هذا حتى هو زوين، الغزالات ديالي ها نتوما كيف ما كتشوفوا. غادي نكمل لكم الفيديو ان شاء الله. الغزالات مشيت تخديت وساليت وجيت للدار، دابا غادي نمشي البنات غادي نجيب بنياتي من الكيندرغارتن. المهم الغزالات اليوم عرفتوا واحد الجو زوين مشمس، ماشي بحال البارح، البارح كان واحد الجو مضبب مغيم. المهم الغزالات خليكم معايا لكم البنات في واحد الموضوع. دابا حان وقت السفر، ما بقى لي والو ان شاء الله. بزاف الناس اللي كيسولوني واش خاص الباكونه، واش خاص هذا. شوفوا راه المغرب راه باغيين جوج ديال التلقيح بالسئر منفيه، وقالت لي واحد السيده قالت لي انا راه دايره التلقيح الثاني ومشى لي مشات لي عليه زعما 4 شهور، ولكن غادي ندير غير البي سي ار ونمشي به. فهمتوا انا البنات ما نقدرش نقول لكم، غتمشيو للاجونس باش تاكدوا. شوفوا راه الطياره غاليه وبنادم غادي مقطع بزباله ديال الفلوس، فهمتوا باش تاكدوا، ما تبقوش تصنتوا للناس شنو كيقولوا، ولا هذا قال لي وهذا قالت لي وبنت خالتي مشات وبنت هذاك الشيء ما تديوهاش فيه. غتمشيو للاجونس اولا تعيطوا للاجونس اللي مقطعين فيها وغادي تسولوهم اسيادي واش هاد مثلا هاد الباكونه الثانيه اللي دايزني انا عليها التاريخ 4 شهور وخاصني ندير البي سي ار واش نمشي بها ولا ما نمشيش بها. ما تسولوا حتى واحد، سولوا لاجونس نتاع الطياره او ديال الطيران اللي غتمشيو لها، يا كانت رايانير يا كانت شي شركه وحده اخرى. فهمتوا غزالات؟ المهم بغيت نقول لكم انا اليوم راني مشيت البنات درت التلقيح الثاني نتاع كورونا. كيف ما كتعرفوا دابا راه غدا نمشي نسافر، وما كنتش الصراحه باغا نديرها والحمد لله يا ربي درتها. ما ضرتني يدي يعني واحد النغيزه، ما حسيتش كاع به كاع كيفاش ضربها ليا، ولا نغيزه وما ضرتنيش يدي بحال الاول. الصراحه راني مخيره الحمد لله. بالنسبه للغزالات ديالي اللي بغات دير تلقيح، الناس ديال دورتموند، دورتموند هنايا الناس ديال السونتر ديال دورتموند بورزيك بلاتو النواحي ديال هنا، الا ما كنتوش عارفين الطبيب واخا تلقاو الصفر هما اللي التلقيح كيدوزوهم دغيا، لان ما الناس ما كيلقحوش بزاف. غنخلي لكم كارت فيزيت ديالو في الانستغرام ديالي، الانستغرام ديالي البنات كنخليه لكم في اول كومونتير. دخلوا عندي كنعطيكم بزاف د المعلومات، كنشارك معكم بزاف نتاع الحوايج، بزاف ديال لي برودوي، بزاف دائما كنقولها لكم. المهم تتشاركوا معايا تما، اللي ما مشتركش عندي في الانستغرام يشترك. انا ان شاء الله في العشيه غنحط لكم كارت فيزيت ديال هاد الطبيب اللي درت عنده التلقيح. المهم الغزالات ديالي نتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون لاستحسانكم، نتمنى نكون عند حسن ظنكم. شكرا على حبكم، شكرا حيت كتلاقاو معايا وكتقولوا لي كلام زوين بزاف. الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا وموحى لكم ان شاء الله. حتى الفيديو جديد.